تهافت ملايين الحجاج إلى صعيد عرفة لتأدية ركن الحج الأعظم، وألسنتهم تصدح بالتلبية والتكبير والدعوات بالمغفرة والسلام على بلاد المسلمين كافة. التقرير الذي أعده الزميل أحمد صلاح الدين يضعنا في أجواء عرفة. يوم عرفة، وهو يوم يحتفل به المسلمون في كل مكان بالعالم، ويصومه الكثير منهم لما فيه من عظيم الأجر والثواب. وهذا اليوم سمي بهذا الاسم بسبب جبل عرفات الذي يتم الوقوف عليه في الحج، وهو بمثابة المنسك الأساس من مناسك الحج، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين، والذي خص بالكثير من الفضائل والبركات. فهو أحد أيام شهر ذي الحجة والموافق اليوم التاسع منه. وفي هذا اليوم يؤدي الحجاج الركن الأعظم من الحج، ألا وهو الوقوف بصعيد عرفة. سمي بيوم عرفات تيمنا باسم جبل عرفات، لأنه الجبل الذي هبط إليه سيدنا آدم والسيدة حواء من الجنة، وقد نزل كل منهما في منطقة في الأرض، ولكن الله تعالى جمعهما في نقطة عرفات. وفيه يتم التهليل والتسبيح والتكبير للباري سبحانه، والتوبة النصوحة، والاعتراف بالخطايا، وطلب السماح والمغفرة من الله عز وجل. فمع شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحجاج من منى متوجهين صوب عرفة لأداء هذا النسك. لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لبيك، إن الحمد